تقطع شويه، عاودي كملي. التقية ديالها في الانستغرام قالت لي غزال الله يرحمك الوالدين عافاك جاوبي، راه اللجنه ديال التنظيم كيقلبوا عليك وعندهم غير 24 ساعه، الا ما جاوبتيش راه غادي يختاروا شي واحد اخر. وانا اقسم بالله فاش هضرت مع البنت انا بقيت كنبروبوزي عليها بالبنات اخرين اللي تيك توكر الاخرين، ما تيقدروش تسولها تقول لهم اه والله حتى كنت كتبروبوزي الاخرين. انا تخوفت انا فاش قالوا لي راه اللي ربحت غادي تمشي تمثل المغرب في تركيا باش تنافس مع دول شمال افريقيا، انا شدتني الخلعه تنقول انا ما نقدرش على داك الحمل كامل وصعيب عليا. دازت واحد 3 ايام تقريبا تواصلوا معايا قالوا لي فلانه مبروك عليك راكي تختاريتي في المغرب، انت احسن محتوى في المغرب، وجدي راسك راه في لوكاتر ان شاء الله غادي تمشي لتركيا، غتكون اكبر تظاهره ديال القفطان، غادي يدوز فيها القفطان المغربي، غادي يكونوا لي ستيليست غادي يلبس القفطان المغربي. في وسط من هاد التظاهره هادي كاينين مسابقات، كاينه مسابقه احسن محتوى في شمال افريقيا ديال تيك توك، كاينه مسابقه ديال ملكه جمال شمال افريقيا، كاينه مسابقه ديال ملكه جمال الاعلاميه، وكاين تكريم ديال الفنانه كريمه غيث. هادشي اللي قالوا لي وهادشي اللي قلت للناس. ايوا ما نعاودش ليك، كأي مغربية كنشوف راسي محطوطة ما بين دول شمال افريقيا وانا عارفة مصر والجزائر الله يبارك كتار، ما يمكنش. وانا معروف عليا واحد الانسان كنتقاتل وتنخدم، ما يمكنش انا غنمشي حتى لتما ونجي هابطة ونسمع ديك الجملة ديال ستبقي بطلة في اعيننا رغم الهزيمة. وراه بقيت بالنهار وما طال انا لي زامي الله يرحم لكم الوالدين، ما بغيتش انا داك النهار تمشي المغرب حتى لتما ومن وسط التظاهرة ديال القفطان وما نجحش. بالنهار وبالليل انا في تيك توك كنوح بالنهار وبالليل كتشارك مع الناس كل شيء. نهار مشيت اول حاجه فاش مشيت وصلت نهار جوج، حيت كان عندك كتعدي الطياره نهار واحد مع 12 ليل، يعني هي نهار جوج وصلت سولت الناس كل شيء. نهار ثلاثه مشيت للوطيب باش نهضر مع ستيليست اللي غادي نلبس من عندها، وكنت كنخيط في ديك التكشيطه الحمراء اللي فيها السفيفه بالخضر رايه المغرب. الناس كلشي بقاو تيقولوا لي غزال ما عندك وياك ثم وياك تمشي تلبسي شي حاجه فيها الاحمر والخضر ثم وانا نرجع للور. قلت ماشي مشكل ديك التكشيطه غادي نلبسها حيت غادي نمشي ندور بها في تركيا، حيت راكم عارفين شكون اللي هاز التكشيطه ديالنا وقاس اللي شرات جوهره محزماها، ها اللي لبست الحايه وكل لبست التكشيطه وهازها كتقول في تركيا راها تاعت الجزائر. قلت انايا غادي نلبس انا ندير ديك التكشيطه اللي فيها العلم ديال المغرب هي اللي غادي ندور بها انايا في تركيا. ايفيكتيفمون هي اللي هزيت انا واحد الحاجه اللي بقات فيا وحده بقى فيا فاش كنشوف هذيك لابسه جوهره ومحزماها وكتدور بها في تركيا، كيفاش ساندوها ولاد وبنات بلادها؟ راه ما يمكنش. وماشي ديالهم، القفطان المغربي ديالنا. وانا اللي براتيكمون 10 ايام وانا مقاتله، ونهار خديت داك اللقب قلت انا غادي يفرحوا لي زعما ولاد بلادي وزعما عند بالي دايره انجاز، حتى رجعت كنتلقى داك الهجوم ما فهمت حتى حاجه. كنقول دابا غيسكتوا اليوم غيسكتوا، ما فهمتش. وانا في عجله ما نعاودش غزال نسولك سمحي لي قطعتك، بغيت نفهم واحد الحاجه بما انني من ضمن هاد الناس كامل ما فهمتش حتى حاجه. دابا بغيت نفهم واحد الحاجه، هما انا الصراحه ما شفتش الفيديو، فاش بغيت نشوفه انت اصلا ديجا رديتي لي كنت بخيفي وكتحطي الفيديوهات كل نهار، يعني ما لحقتش نشوف هذاك الفيديو اللي انت كتهضري فيه على هذا الشيء هذا، يعني قبل ما تمشي لتركيا ما لحقتش نشوفه. ولكن انا اللي استغربت الناس كيقول لك راه ما يمكنش، راه ما نادولكش مثلا غير البراهش نقولوا هادو غير براهش، ولا نادولك غير هادوك اللي ما عندهم ما يدير. راه كنشوف ناس كبار، ناس واصلين في الانستغرام في تيك توك في اليوتيوب كلشي ناض كيهضر. قال لك لا انت قلتي لهم باللي هذه راها مسابقه ديال القفطان، الناس ركزوا لك قالوا لك علاش قلتي لينا؟ قلتي لينا مسابقه القفطان، كون قلتي لينا ايوا راه مسابقه ديال المحتوى بالعكس انت الخلاصه تاخديها. ما يخدمش مسابقه ديال القفطان، مسابقه ديال القفطان كنتحداك غادي تمشي تشوفي فيديو ديالي. ما عمرني في حياتي في شي فيديو قلت مسابقه ديال القفطان، قلت مسابقه افضل صانعه محتوى في شمال افريقيا في وسط اكبر تظاهره ديال القفطان. كنتحدى شي واحد يجبد لي فيديو واحد قال فيه مسابقه القفطان. هادشي اللي بغى يقتلني انايا، الناس ما فهموش وهاجموني ما فهمتش. يعني اللي قدر زعما يقلب الراي العام في دقيقه راه برافو عليه، شافوا لي انا كنقولها لي من هاد المنطقه ما بين دول شمال افريقيا كاملين وفي وسط من اكبر تظاهره ديال القفطان اللي غادي يكون فيها القفطان ديالنا المغربي. واش بغيتوا اللقب يمشي لشي دوله اخرى من غير شمال افريقيا؟ لا طبعا لا. كنتحداهم، انا هادشي اللي بغى يقتلني، كنتحداهم يرجعوا لفيديو واحد يتلاقاو فيه مسابقه ديال احسن قفطان، انا السوشيال ميديا كامله ونزيد حالي. المشكله ما قلتش لك على فيديو كامل وفي حاجه قدام هاد المشاهدين. بلاتي اخويا طالوني عافاك نقول لك واحد الحاجه قدام هاد الناس،
صيفطي لي هذا الفيديو اللي هضرتي فيه انت، الفيديو الاول اللي درتي انا غنشوفه. انا صيفطو انا كنوعدك الناس غندير فيديو في يوتيوب اعتذار وغنوري للناس الفيديو انك انت انا صيفطو يعني غنشرح انا كنقلع الكوبليك من الاخر. انا كنقلع الناس باش كنقول لهم هادي كنقولوا هادي هادي. واش شفتي انا نحل لكم انت بعدا؟ برافو عليك بعدا ذكيه ركزتي على هاد الفكره. شتي انا نحل التيك توك ديالي دابا؟ رجعي الفيديوهات من نهار الاول في المسابقه تلقيني كنقول انا مشاركه في مسابقه احسن محتوى في شمال افريقيا وسط اكبر تظاهرات على القحطان. وهي اختي راه هادشي اللي بغا يقتلني. تيقول لك علاش قلتي لنا مسابقه على القحطان وانتحر انت الخيرات مع الحيط. ونيتي اصلا الا جينا المسابقه ديال القحطان كانوا ديستيريت من كل بلاد، يعني حتى هما اصلا دايرين مسابقه بيناتهم. الا جينا نهضروا على المسابقه ديال القحطان والجزائر علاش ما غاديش معايا؟ ايماجيني معايا قالت لهم الجزائريه لا ما غاديش تقولوا بلي القفطان مغربي. وحده غزال انت ما كنتيش ما بغاش تجيب سببي انايا، قالت لهم غادي صوفي طالوني ما غاديش نجي جزائريه سميتها نيرمين. وهذيك سرقه لي جلابه، سرقه لي قفطان، سرقه لي واحد الشال هكذا وغوب سواري. قسم بالله عطيتهم لي باش دير بها الشوتين وما رجعتهمش ليا. ومن غير من غير قالت لهم الجزائريه راه معروفه وسميتها كتبدا بحرف النون. قالت لهم انا غادي نقول القفطان جزائري، ما بغاش تلبس الكراكول الجزائري. قالت لهم لا القفطان مغاربي وغادي نلبسو انايا قفطان مغربي شاء من شاء وكره من كاره. زدتهم راه مغربي يعني القفطان مغربي اللي بغى يتقبلها مرحبا، اللي ما بغاش يتقبلها يمشي نعيش. واحد الحاجه ساره باش نقول لك واحد الحاجه، غزال تسلم ليها الجائزه. شكون الناس ديال القنصليه؟ في القنصليه هي ممثله ديال القنصليه المغربيه اللي كنحتاجوا شي ورقه كنمشيو عندها. الوحيده اللي عطاتها ممثله القنصليه التروفيه. انا سي فري الوحيده، والناس الاخرين اللي عطاها فنان، كاين واحد الصحفي مغربي تركي هنا يعاود عطى لواحد السيده اللي ربحات. المهم هادشي داز زوين حنايا، بالنسبه لينا داز زوين. كانوا المخابرات ديال تركيا، كانوا بزاف ديال الناس مهمين. لا ما اصلا هي اللي دارت التغطيه ديال الحدث. وايماجيني معايا قالت لهم انا ما نلبس الكراكو، انا غنلبس القفطان. عاد يبقاو كيقول لها ما يمكنش اصلا، هي التظاهرات دارت تمهيدا لتسجيل القفطان المغربي في اليونسكو ان شاء الله. مقاتله المغرب كون با بوسيبل، والمسابقه بترخيص من الدوله بوراقها بكل شيء ديالها قانوني. انا راه فاش رجعت والله الا كنت دايره رجله كنت كنقول ولاد بلادي زعما غادي يفرحوا بيا والحمد لله خديته. ومقاتله عليه، كاين اللي كيقول لك شريته، كل شريته غنمشي نتقاتل عليه 10 ايام وانا كنبح. راه اللي كيشري الالقاب هو اللي كيبقى ساكت حتى كيجيبو تم هزو في يديه وكيقول لك انا واعر. انا راني مقاتله عليه 10 ايام وانا كنوح في السوشيال ميديا. واحد الوقت وليت كنحس براسي بحال شي طلابه، ولكن كنقول ماشي مشكل، المهم انا نهز الرايه ديال بلادي. داك النهار ما عنديش مشكل. لا اله الا الله. هادشي اللي وقع والله ديما خلق. انا اصلا ولفت الوجه اللي بغا، انا ولفت راسي جفاف تاع السوشيال ميديا ولفت الحمد لله. تيتفتف عليا حتى النوض، تيتفتف عليا حتى النوض. ليسونسيال هو نخدم على راسي، ليسونسيال ما نادي حد، واللي بغى ياديني راه نتحاسب انا وياه عند الله. راه قلتي واحد الكلمه ما غاديش تنسى ديرها، قلتي الحجر ما الحجر هزيته وبنيت به. برافو. بالضبط انا والله الا هو باش بنيت هاد الدروج باش وصلت، حيت راه هادشي اللي واقع عليا في السوشيال ميديا قلت تنقتل الارواح. راه ما يمكنش، راه شي حاجه ما كتقبلهاش العقل. ولا لا او هادو كاملين اللي ناضوا كاع، ما ناضوا نهار كنت كنقول لهم عافاك وقفوا معايا ما ناضوش حتى طحت انايا. عاد باش سميتو وانا كنسمع المسابقه تكون فيها الجزائر ومصر كنترعد، كنقول ناري نمشي حتى لتما وكاين وقفطانا المغربي وتدير مسابقه شي وحده ما يمكنش. مقاتله تنقول لهم الله يرحم ليكم الوالدين ولادي وبنات بلادي، كنقول لهم غاف هادي وبلوكيوني كاع ديك الساعات ماشي مشكل. الله يكثر خير كيما زيتو بلادنا. الله يرحم لك الوالدين. والله انا سيروا شوفوا لي فيديو ديالي في تيك توك، من نهار بدات المسابقه تنقول لهم انا مشاركه في مسابقه احسن محتوى في شمال افريقيا وسط اكبر تظاهرات على القفطان تمهيدا للتسجيل، وان شاء الله لا كتب الله العام الجاي في اليونسكو. هذا الشيء اللي كنت كنقول بالحرف في الفيديو ديالي كاملين راهم باقي تما. الله يرحمك. الله يصوب. وشكرا على الاستضافه واحسن الله اليكم، ونتمنى ما نكونش ثقلت عليكم. الله يسهل عليك. 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 الله يسهل عليك
تضري الشمس كينا صافي نبان لك الحكومه شوف انا مسكينة الله يسلمك انا نهضر لك السيده والله الا تقدر لا فيديو في اليوتيوب مسكينه شوف الفيديو ديالها في تيك توك كيفاش كانت تهضر ما قالتش هذا الشيء لا قالت داكشي اللي قالت هي هي اللي قالت والسيده ما كذبت حتى في شي حاجه غير بغاو يديروا حبه قبه شافوها مسكينه تكرمات وكبروا بها هنا في تركيا وكبرت بها القنصليه وبغاو ينوضوا لها حشومه حشومه والله قد في لا لا ندير لها فيديو في اليوتيوب ان شاء الله ديما تنقولها لك حنا المغاربه تنبغيو نطيحوا بعضياتنا ماشي كلنا حبي حنا ما بغينا